فقرة كتاب اليوم موضوع دسم جدا، والتفاصيل رح نعرفها مع زميلتنا مريم الحاج. مريم صباح الخير. صباح النور. بونجور مريم، كيف كل يوم؟ وين الدسامة اليوم؟ نعم جوال، وين الدسامة بالخبر؟ يال اليوم الدسامة بالخبر. اليوم رح نكون مع الكتاب يلي صدر نهار الخميس الماضي وزلزل الفضيحة. قصر زلزل قصر الإليزي جوال، وبيارات هالكتاب والكتاب كمان وصف بالقنبلة النووية وتمكن من الفلات من رقابة الإليزي. ميرسي بور سو مومون، أو شكرا على هذا الوقت، هو عنوان هالكتاب يلي وعلى عكس عنوانه بتروي فيه فاليري تريلفيلر السيدة الفرنسية الأولى السابقة كيف تلقت خبر الكشف عن وجود علاقة غرامية سرية بين فرانسوا أولاند والممثل الفرنسي جولي غاييه. كتبت فاليري بهالكتاب عن الأيام يلي كانت فيها محطمة نفسيا تتحشى مشاهدة الأخبار. تحدثت تريلفيلر بكتابها عن العزلة يلي كانت عايشتها داخل قصر الإليزي بسبب زحمة المستشارين والوزراء حول فرانسوا أولاند، إلى درجة أنه صار من الصعب عليها أن تقضي مع شريكة أوقات حميمة. بهالكتاب إذا ما وقفت صديقة الرئيس الفرنسي السابقة تريلفيلر يلي اكتشفت خيانة الرئيس إلها بكانون الثاني الماضي مع الممثلة جولي غاييه، عند فضح الأسرار الشخصية لعلاقتها مع فرانسوا أولاند، إنما كمان تطرقت أيضا إلى أشياء بتمس بسمعته السياسية. وصفت أولاند بالرئيس المصاب بالانفصام لأنه تصريحاته العلنية ما بتتناسب أبدا مع آرائه الشخصية، نعتته بالبارد والقاسي القلب. ولكن أكثر ما أثار الجدل بالصحافة كانت التهمة يلي وجهتها إلو بأنه كان يسخر من الفقراء، فكتبت بأنه أولاند الرجل اليساري كان يقدم نفسه على أنه شخص كان يكره الأغنياء، ولكن هو بالواقع كان يكره الفقراء وكان يوصفهم بأنهم أناس بلا أسنان. إذا تريلفيلر يلي هي أصلا صحفية بمجلة الباري ماتش، من لما تعرضت للخيانة من قبل الرئيس تعهدت بأنها ما رح تبقى صامتة، فكان هالكتاب المفاجئ يلي أحدث هزة سياسية وإعلامية بفرنسا. واليوم نفذ هالكتاب اليوم بغالبية أكبر نقاط البيع، ووصل سعر النسخة الوحدة من هالكتاب ل 100 أورو. إذا نحن أمام إصدار مش عادي أبدا. على كل لا تكره شر لعله خير، يعني راح تصير مليونيرة تريلفيلر من وراء الكتاب. نحن لطيف الطبعة الثانية كمان. إيه أكيد في طبعة ثانية وثالثة ورابعة طبعا. هلا بغض النظر إنه التصريحات يلي حكيتها بالكتاب بالفعل بتهز المجتمع، بغض النظر عن ردة الفعل يلي أثاره الكتاب من أول صدوره لهلا يلي هي فترة كتير قصيرة، بس ردة فعل الرئيس على هالكتاب شو كانت؟ جوال هو الرئيس طبعا نفى بصورة قاطعة ما ورد بالكتاب. وقال أولاند بمؤتمر صحفي بإطار قمة الحلف الأطلسي اللي جرت ببريطانيا بأنه هو بخدمة الفقراء، وندد بالهجمات يلي وردت بهالكتاب، وطالب بلهجة حازمة باحترام المنصب الرئاسي. هذا كان إذا رد أولاند على الكتاب. ولكن الغريب كان رد سيغولين رويال على هالكتاب، رويال يلي هي والدة أولاد أولاند الأربعة ويلي تركها الرئيس من أجل فاليري تريلفيلر. دافعت عن أولاند، وصفت بأنه كل يلي ورد بهالكتاب مش صحيح. يمكن رجعت وعدت نفسها سيغولين رويال. وجولي جاي وين محلها؟ العودة مجددا إلى الرئاسة. صحيح. هالكتاب شكل فضيحة كتير كبيرة لفرانسوا أولاند. مريم، هل ممكن تأدى هالفضيحة لاستقالة الرئيس الفرنسي؟ لأنه مثل ما ذكرت يعني أثناء تواجده بنيوبورت دغري رد، حتى ما نطر أنه يرجع على الإليزي. نعم. بيانات هو في فضائح سياسية وأخلاقية دائما عم بتلاحق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وقت انتخب رئيس لفرنسا بالعام 2010، وهالمشاكل والفضائح خلت شعبيته تدهور بشكل كتير مستمر. وأظهر استطلاع للرأي هلأ حديثا تدهور خطير لشعبية أولاند اللي وصلت ل 13%، وهي أدنى نسبة بسجلها رئيس فرنسي. ولكن ردا على سؤال عن إذا رح يستقيل بسبب هالكتاب وعن الصعوبات اللي عم بتواجهه من جميع الجهات إن كان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي،
نفي أولاند أي فكرة للاستقالة، وقال أنه هو انتخب لمدة 5 سنوات، هو رح يستمر للآخر، وما في أي استطلاع بيقدر ينهي تفويض يلي منحه الشعب لرئيس الجمهورية. إذن أولاند باقي بعد عنده 3 سنين يعني. بس لا شك أنه فاليري يعني زبطت معها التوقيت، زبطت معها. إن لكيد فضيحة ورا فضيحة 100% فضيحة ورا فضيحة، يعني بس حست أنه الوضع شوي هادي، قال لك ليش تا هيك نزهق، خلينا نعطي سبب لفضيحة جديدة. حلو كتير الموضوع اليوم، حلو أنه نضوي على هالكتاب. شكرا لك مريم، وأنا بشكركم. بداية أسبوع حلوة ومنلتقي الأربعة. مين قال أنه انقطاع المياه وسيطرة صهاريج مياه بس عنا بلبنان؟ فتقريرنا هلأ من باكستان يلي قصتها كمان تشبه قصتنا، إنما الفرق أنه الشعب الباكستاني عم بيعلي صوته لوضع حد لهالواقع عقبالنا. تقرير الأزمة بكراتشي كمان. سكان كراتشي بباكستان ومحيطة ما عندهم مي، هن عم يضطروا يمشوا أميال يوميا لتعبئة المياه بقوارير صغيرة. أغنياء المنطقة كمان عم يضطروا يشتروا مياه بالصهاريج. وين المشكلة؟ المشكلة إنه الجفاف اللي ضرب المنطقة جفف الأنهار وصارت المي عزيزي، وعلى الأنهار الأخرى البعيدة شبكة من لصوص المياه مثل ما أطلق عليهم احتكروا المي وصاروا عم يتلاعبوا بأسعار الصهاريج. أعمال شغب وقطع طرقات، حركات احتجاجية قاموا فيها الباكستانيين، لكن ما من مسؤول يسمع. الظاهر الحال واحد وين ما كان. من باكستان بنرجع للبنان، وتحديدا دير القمر. محطتنا رح بتكون مع هالبلد الشوفية الجاذبة للسواح، ويلي شهدت على مراحل تاريخية، وكانت بدورة شاهدة أيضا على إنشاء أول مجلس بلدي بلبنان. وبهالمناسبة واحتفالا بمرور 150 سنة على إنشاء هالمجلس من العام 1864، نبقى مع تقرير خاص. منا بدأ عهد البلديات بلبنان والشرق الأوسط، وقبلها ما كانت صيغة المجالس البلدية معروفة بعد، من 31 آب 1864 ل 31 آب 2014، 150 سنة مروا على إنشاء أول مجلس بلدي بعاصمة الأمراء. فأعلن الدير القمر بدء السنة اليوبيلية بغياب مجلس البلدي. مش هيك كنا بنتمنى، إنما اللحظات التاريخية ما بتنطر وقد لا تتكرر. خلال هالسنة رح بيساهموا الجميع من قلب دير القمر ومن البلدات المجاورة لإعداد نشاطات بهالمعنى هيدا. بدير القمر مارسنا الديمقراطية وصرنا قرن ونص عم نمارس ديمقراطية، وإن شاء الله إنه هالأمور هيدي تعم كل لبنان. طالما عم نعيد 150 سنة لأول مجلس بلدي، معناتها انه في عندنا تاريخ وفي عندنا ماضي وفي عندنا تراث. شوف اجمل منطقه كانت كلها تهجرت، هذا اللي معزمنا. بس خلال هالحفل تم عرض صور ولمحة تاريخية عن مجلس بلدية دير القمر، وأدت شوقة سيدة التلة أغاني وطنية ووصلة موسيقية احتفاء بهالمناسبة. تاريخ تاريخ للبنان ولل كيف كانت دير القمر وكيف صار لبنان هلا كله. هيدي مناسبة تاريخية، خاصة إن دير القمر لعبت كثير دور بالتاريخ. دير القمر
صحيح مثل ما قالت هي انه منطقه تاريخيه، هي التاريخ هي متحف. برفع راسي بامجادها لانه رجالاتها احتلوا اكبر المراكز بالعالم. من بركي بنتعظ نحن اللبنانيه شوي، بيكونوا يعظونا شوي، يكون تداول السلطه ونمارس الديمقراطيه. مزبوط. نتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم جنين ابي سمعان، مسؤوله تربويه وصاحبه جاردوري. اهلا وسهلا فيك جنين. نحن بنعرف انه بهذا الوقت من السنه الجاردوريات بيودعوا اطفال كانوا عندهم، لانه بيكونوا بدهم يبلشوا باول سنه مدرسه، وبيستقبلوا كمان اطفال جداد بما انه الناس بلشت موسم دراسه جديد. هذه الفتره صعبه لانه بنكون تعودنا عليهم فتره 3 سنين وبنرجع بنقول لهم باي، بنرجع عن اول جديد معنا. بس هذا ما بيعطيكم كمان دعم انه انتم ربيتوهم؟ يعني قديش الجاردوري هي اساس، قبل ما نحكي بتفاصيل، يعني قديش هي اساس صارت لتحضير للمدرسه لاول سنه مدرسه؟ هلا بالمبدا ببلاد برا شوي السيستم غير مختلف عن هون، بس بلبنان خاصه صارت كثير مهمه لانه الام والبيت اثنيناتهم مضطرين انهم يشتغلوا، والانسب انه ما زال ما يبقى الولد بالبيت مع التيتا او مع الحاضنه او مع حدا، انه يكون موجود بمحل يختلط مع بقيه الاولاد، يختلط مع بقيه الاولاد بيكون لإله، يعني مخصص له الجو المناسب لإله. نعم. ذكرت انه 3 سنين بيكونوا هالاولاد قضوا معكم، يعني في اولاد من عمر هالقد صغير ببلشوا المشوار عندكم بالجاردوري، يمكن في اولاد بعمر سنه او سنه ونص ببلشوا المشوار. مزبوط، نحن بنبلش نستقبل ابتداء من شهرين، يعني المدام فيها تحط ابنها عنا من عمر شهرين، والى ان في منهم بحطوا سنه سنه ونص حسب كل حدا عنده ظروفه معينه. يعني بس شو العمر الانسب؟ هلا بالمبدا ما في عنا عمر معين فينا نقول انه هيدا هو العمر الانسب انه ينحط جاردوري، بس هذا الشيء بيرجع للاهل، لانه اذا الام كانت بالبيت ما في شيء ولا شيء بالدنيا ممكن يعوض عن وجود الام طبعا بالبيت، وخاصه باول فتره. يعني نحن شعارنا بالجاردوري تو سافي افون 3 سنين، يعني كل شيء ممكن تعمليه هو بدك تعمليه قبل 3 سنين، فبقى ما في بديل عن الام. هلا اذا كانت الام بمحل معين ما انا قادره تتواجد معه اللي هو هذا العمر، امهات عندنا بلبنان مزبوط، في منهم بيجربوا انه قد ما فيهم شوي يطولوا الفتره، عم ينجبروا انهم يحطوا بحضانه، بس ما في عمر بتقولي خلص صار لازم ينحط. هلا فيك اذا بدك على ريجار انه على سنه ونص سنه وثمان اشهر تبلشي شوي تحطيهم، واذا فيك فتره قصيره مش ضروري كل الوقت. هلا اذا مضطره مجبوره، بس بغض النظر عن اذا هي مضطره او لا، الجاردوري هي أساس للولد أنا برأيي، يعني بحسب خبرتي مع ابني بتخلي الولد يتعود على الناس ويتعود على الاختلاط مع أولاد تانيين، يتعود على الأخذ والعطاء تما يكون كل شيء بس لإله، يعني كمان بمطرح معين حتى لو الأم موجودة برأيي هي تحضير أساسي للمدرسة. يعني هلأ حسب الحضانة يلي عم نحط فيها، يعني هون لا نحن عم نحكي عن حضانة بتخضع للشروط المناسبة. مزبوط، في عندك بروجرام معين، يعني مفروض أنه الولد يلي بيجي عندك مختلف يعني حيالنا عمر بيجي لازم الجاردوري تكون عم بترد على البزوان اذا بدك تبعه بحيالنا نقطة. يعني اذا كان بعمر صغير في عنده احتياجات معينة، بعمر اكبر عنده احتياجات معينة، بقى الجاردوري اكيد بترد على هذا الشيء، وبتشتغل على كذا صعيد. يعني بنشتغل على العاطفة، بنشتغل على السوسيال مثل ما قلت على مع الاولاد، بتشتغلي على كل شيء موتور، يعني هو تربية القدرات، تربية القدرات اذا بدك تبع كل جسمه تبع الاعضاء الصغيرة مزبوط، وكل شيء ذهن. يعني بنشتغل على كذا. بما انه عم نحكي عن هالمواضيع تحديدا، يعني قديش الجاردوري لازم تكون محضرة وخاضعة على شروط عن جد أساسية لتناسب حاجات الولد؟ يعني شو هي شروط لشخص يفتح جاردوري؟ بالمبدأ في عنا 3 أشخاص أو 3 مهن فيك تفتح من خلالهم الحضانة، اللي هن يا إما بتكون شغلة شيء بالإدوكاسيون، يا إما تربية أو انفيرميير ممرضة أو طبيب.
بالمبدا هول الثلاث. ومين لازم تضم الجاردوري يعني ستاف يلي بيشتغل؟ بدك اكيد حكيم او ممرضه. مزبوط الستاف بيمشي اذا بدك منبلش بمديره يلي لازم تكون كمان عندها اختصاص معين بالتربيه، وفي عندك المعلمات يلي بيكونوا مسؤولين عن صفوف كمان لازم يكونوا عاملين تربيه يعني او جاردينير على القليل للعمر الصغير. في عنا الاد جاردينير يلي هن ما بيكونوا اذا بدك مخلصين كل شيء او عندهم بتافيه فيهم يكونوا عم يشتغلوا اد جاردينير. وفي عندك ددام او مدامات بفوتوا على التواليت او بيهتموا بكل شيء ايجين خاصه بالتواليت. واكيد في عنا انفيرميير دائما لازم تكون موجوده بالحضانه، وطبيب مختص هو كمان مسؤول بحال صار شيء طارئ وعنده زيارات دوريه كل شهر على الحضانه. الكتب سيشيك او الناحيه النفسيه هذا كمان هلا هي مهمه كثير، مش كل الحضانات عندهم اياها، بس هلا مؤخرا بحكي عنا نحن كمان عنا بولي كلينيك يلي هي بتتضمن بسيكولوج مع أورتوفونيست وأوتي يلي هن كمان بيشتغلوا على كل النواحي تبع الولد، يعني حيلا تأخر بالنطق أو بالحركة أو بالنمو بنكون عم نكتشفه بكير ونحط الأهل بالصورة ونشتغل عليه بكير. الأهل كتير بيعتلوا هام يمكن، وخاصة أنه في قسم كبير من أطباء الأطفال بينصحوا أنه الولد يلي بده يبلش جاردوري يبلش تقريبا بموسم الربيع مش بأول الخريف، تفاديا للأمراض يعني الرشح بتعرفي ممكن يصير بنيمونيا تداعيات اكثر بيصير الولد حتى يغيب عن الجاردوري لفترات طويله. مزبوط هلا الحكماء دائما بفضلوا انه بعمر معين ما ينحط بجاردوري او ينعمل فاكسان معين قبل ما ينحط بالجاردوري الولد، بس بالمبدا اذا بدنا نفكر فيها شوي ادوكاسيون وشوي لبنان وشوي كل هدول الولد وين ما كان معرض يعني الجاردوري ما صار اذا بدك دعايه انه خلص اذا ساخن يعني هو بجاردوري او جاي من جاردوري. الولد ممكن يلقط وين ما كان، ممكن بالصف. بالسوبر ماركت ممكن رحلاتهم بالمدرسة بحال ما لقتهم بالجاردوري. بقال هون شغل الحضانة انه قديه فيها تشتغل اذا بدك على البريفنسيون على الوقاية يلي هي بتكون فيها تكون يومية يلي اجبار تكون يومية، يعني بتجي بالتنظيف التنظيف اليومي، يعني ما عم نحكي تنظيف يومي عن كل شيء لوكال عن المكان عن الالعاب عن الشراشف يلي بننام عليهم المخدات عن الاكل عن التونيو يلي نحن بنلبسها وقت ما نفوت لعندهم، يعني ما فينا نجي بحيلا طيب ونكون مع الاولاد، يعني هيدي كلها يوميه بتصير هيدي اجباري. وفي عندك الوقايه الثانيه اللي بتصير وقتها بيصير في عنا اذا بدك حاله معينه مثلا في غريب في موسم مثلا هلا في كثير سالمونيلا في كثير ايباتيت في كثير تيفويد وكل المستشفيات مليانين يعني في حالات كثير عم تطلع وهذا الشيء كثير ينقل، وهون بدك تشوفي كيف بدك تحد العدوى. هو بالنهايه هيدا الوضع بيعطي مناعه للولد، يعني فكري فيها شوي بايجابيه. مزبوط. اذا بده يغيب عن الجاردوري بعد احسن يغيب عن الجاردوري ويربي مناعه ليكون محضر للمدرسه. مزبوط. لانه غيابه عن المدرسه يمكن شوي اصعب. شوي اصعب هلا الغياب وين ما كان صعب ومنا هين انه ولد يكون ساخن ويتعرض لانتيبيوتيك ولكل هول الاشياء، بس هون بس يمكن الفرق سوري اذا ولد تحت عمر السنه او فوق عمر السنه انه كمان هون مزبوط. دور المناعه حسب الفاكسان يلي اخذهم حسب كل هدول، بس انا هون بدي اذكر شغله كثير مهمه يلي هي وعي الاهل لهذا الموضوع، لانه بالمبدا الاهل اذا منهم متواجدين دائما بالبيت ما عم ينتبهوا انه ابنهم عم بيكون مثلا يمكن ساخن او مزعوج او عم يبلش بشيء معين، فبقى وهون كثير نحن بنواجه هيدا المشكله. وهون اذا بديك بيحكوا كثير انه بالجاردوري بينعدى، بس هيدا خاصة كثير كمان بكوتي الاهل، يعني في عندك اهالي بيكونوا كثير منتبهين اذا ابنهم مزعوج او حاسينه منه على طبيعته بيبقوا بالبيت ليرتاح، وفي اشخاص مجبورين بيكون مرات محرور بنعطي بانادول او سوبوزيتوار وبيجي على الجاردوري، وهذا الولد بيكون حامل فيروس، ونحن اذا ما كان عندنا سمبتوم ببينوا انه هذا الولد عنده كام عيان ما فينا نعرف بده 48 يعني ساعه تبين الفيروس، وهذا من عدا الامراض يلي بتبلش اذا بدك الانكوباسيون تبعها قبل يعني ما فيك ابدا تعرفي انه حامل فيروس او شيء، وهون بيصير في عنا اذا بدك خطوره انه يصير في عنا. هلا عن وضع الجاردوري وعن انه كل الامات معظمهم اذا ما بدنا نجمل يعني انه كمان بيشتغلوا صحيح. وفي منهم بيشتغلوا الساعه 2 في منهم بيشتغلوا الساعه 5 وهول الدوامات كمان صارت الجاردوري بتسهل وضع العمل عند مزبوط. الاهل كمان مزبوط. اكيد نحن عندنا عندهم اوبسيون مثل ما بيقولوا انه في عندهم
كيف هيك نص نهار او دوامين؟ بنفتح بكير كثير على 7 لانه في كثير اهالي عندهم اشغال بكير، بنفتح دوام للثلاثه او للخمسه، والاغلبيه عندهم هيدا الدوام، يعني قليل يلي عندهم دوامات اكثر. صار في بلا دي جور، صار الوضع كثير هين يعني. اكيد عم بياخذوا عنا مش بس بلا دي جور، في عندهم 4 وقعات بياخذوها منوعه كلها منوعه، واكيد المنيو الاكل بيكون مجهز بطريقه انه كل يوم يقطع غذاء معين، تجي الجمعه كلها اخذين كل الانواع، لحمه سمك دجاج. لا بنجرب ما كثير نقرب على الاشياء اللي بتعمل الرجي، يعني سمك ما بنجرب انه نتفادى، فراس، كيوي، كل الاشياء اللي ممكن تعمل الرجي بنجرب انه نتفادى انه نعطيها عنا بالحضانه. طيب خلينا نحكي شوي عن تعاطيكي مع الاولاد، يعني نشيل الكوتيل الاختصاص على جنب أوكي. ونحكي شوي اكثر عن الاولاد. هلا صراحه قليل بيبقى في اولاد مهضومين اكثر من اولاد بخلوكي تتعلقي فيهم اكثر، ما تعطيني جواب دبلوماسي. لا لا ما عم بعطيك جواب دبلوماسي، اكيد في هيك، بس بالمبدا الاولاد كلهم كل واحد عنده شارم معين. هلا يمكن في اشخاص بتحس اللوك تبعهم كثير مهضوم بجذبك فيه، او اولادها الحكي كيف بيحكوا اول ما بيطلعوا حديثهم بيكون كثير يعني مهضومين بجذبوك اكثر من، وفي منهم بالكومبورتمون، يعني كل ولد بشيء، ما في ولد ما بيجذبك بطريقه معينه. يعني طبعا كلهم اولاد وكل شيء هذا مكتسب، مشان هيك بقول لك انا بقول كل شيء سفي افون 3 ans، كل شيء قبل 3 سنين شو ببين اغلاط فيك تصلحيها من بكير، بس بعدين خلص ما. مشان هيك نحن عنا الخميره، يعني احلى شيء. شو حلو ايه لما تتعرفي على اولاد جداد وتودعي اولاد ثانيين. هلا قديش صار لك فاتحه الحضانه؟ نحن بالمنطقه اللي نحن فاتحينها صار لنا تقريبا رح يصيروا 3 سنين، بس صار لنا يعني 17 سنه بال في اولاد بتلتقي فيهم كانوا صغار عندك؟ بتلاقى وبتجاهل اذا بدي، لانه صاروا كثير كبار ببطل يناسبني كثير اسالهم، انه اقول لهم كانوا عنا بالجارد. بس هالقد بتتذكر الوجوه؟ يعني بتذكر كثير الوجوه والاسامي، يعني خاصه اذا كان ولد عن جد علم، يعني مرات إيه؟ في اولاد ما بتنسيهم حتى اذا كان الكومبورتمون شوي اكتيف عنده ما بتنسي ابدا يعني. طيب اي شيء بتحب تضيفيه قبل ما نختم؟ بالمبدا انبسطنا انه حكينا بهذا الموضوع، وحبيت شوي كنت ضوي على الانتباه عند والوعي عند الاهل، لانه عن جد انتبهوا في كثير 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 موسم هلا، يعني حتى الحراره مثلا بتكون بالنهار ما في حراره، الولد ما عنده شيء، عشية ببين عنده حراره 38، يعني بليز وعي وانتباه وشوي قعدوا مع اولادهم. بعد عندي سؤال كثير سريع، كثير سمعنا بالسابق عن حوادث بتصير بالجردوري وناس عن جد للأسف يعني فقدت أولادها بحالات معينة، هالشي الأهل أثر عليهم إلا إيه ولا لا؟ يعني كيف تعاملتوا مع الوضع؟ هلا بالمبدا نحن بنحمي شوي حالنا اذا بدك بالدوكيومون يلي بنطلبهم يعني وقت على التسجيل، بنطلب دوكيومون من الاهل، ملف صحي خاص من الدوكيومون يلي بنطلبهم، هي ملف صحي وورقه من الحكيم بتاكد لنا انه هذا الولد ما عنده ولا اذا بدك حاله خاصه او بيعوز اهتمام خاص او اذا في حيلا شيء، عم نطلب كل الرابورات اللي خاصه نحن شوي بنشتغل مع اولاد يلي عندهم اوتيزم ويلي عندهم تاخر، كمان عم نطلب كل الدوكيومون والبيلونات كلهم نكون على اذا بدك على علم بكل يلي ممكن نوقع فيه، وعلى اساسه بناخذ احتياطاتنا. يعني في اولاد ممكن تقولوا لهم انه للاهل نحن ما فينا نستقبلهم، في عندهم حاله، اذا عندهم حاله كثير بدها اهتمام ورعايه بنفضل انه ما. بس كمان في جنين، يعني في كثير بنعرف انه اول 3 اشهر او 6 اشهر في حاله الموت المفاجئ عند الاطفال المور سوبيت يلي يمكن ايام صارت بجردوريات بلبنان، ما فينا نلوم الجردوري لانه يمكن هالحادثه كان ممكن تصير بالبيت بحيلا، مزبوط، او بحيلا محل مش ضروري، بس هون بيصير الوعي. يعني انا مثلا بيبي عمره شهرين او 3 نو يكون عم ياكل او عم بياخذ البيبرون تبعه، ما يكون في حدا طبعا 100% معه وهو يلي عم يهتم بهذا الشيء وعينيه عليه وكل حواسه معه، مش انه عم بيطعميه وعم بيطلع محل ثاني او يعني هيدا بورسير. ومنشان هيك نحن عنا بالبوبونيير اذا بدك كل شيء تحت السنه، الانفيرميير هي دائما متواجده بهذا المحل مع اشخاص بيساعدوها، بس هي دائما متواجده هنيك، حيلا كا بيصير بتكون هي دغري ستاند باي. نعم. جانين ابي سمعان مسؤوله تربويه وصاحبه حضانه، نحن نتمنى لكم موسم موفق على امل يقطع على خير، منبوس كل الاولاد اكيد. يعطيك العافيه وشكرا لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. بريك نرجع نتابع اخبار الصباح.